إلى شعب الإيمان. قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه: قال: فصل في كراهية طلب الإمارة لمكان ضعيفا يخاف ألا يؤدي فيها الأمانة. قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها، وساق السند إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. قال: حا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وساق السند إلى أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا يتولين مال اليتيم. قال في رواية البغدادي عن أبي ذر أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم في الصحيح عن حميد وإسحاق وثقة. قال: ورويناه عن ابن حجيرة الأكبري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله استعملني. قال: فضرب بيدي على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: وروينا سائر ما ورد في هذا الباب في كتاب آداب القاضي من كتاب السنن، من أرادها رجع إليه. نعم، هنا هذا الكتاب فيه بيان كراهية طلب الإمارة ولمن كان ضعيفا، والإمارة لا تطلب حتى لو كان قويا، لأن العمل لا يطلب. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العمل، قال: اذهب، فإنا لا نعطي هذا العمل من طلبه. وأيضا إن كان ضعيفا فعليه أن يتراجع، فإنه لن يستطيع أن يحملها وأن يعمل فيها ما يؤمر به شرعا، وإلا سيحاسب عند ربه والحساب عسير. والإنسان إذا قدم هواه ونفسه ووجهته ومكانته خسر كثيرا، لأن الإمارة بالذات إذا أخذت بالطلب لم يعن عليها، ترك لنفسي، ومن ترك لنفسي ترك لبوار، لعار، لشنار، وفي الآخرة النار. لا يمكن أن يستقيم له الأمر أو يسير على الطريق المستقيم وهو الذي طلبها، لأن الله تعالى ينزع عنه توفيقه، ويكون الأمر موكول لنفسه، وإذا وكل لنفسه وكل إلى ظلامة، إلى جهل، إلى ضياع، إلى هلاك. وفي حالة واحدة هي التي يصح فيها أن يطلب المرء الإمارة، هو أن يرى أنه هو الكفء الوحيد في هذا الباب، وأنه لا أحد يقوم بها مثل ما يقوم بها، فيقول كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا. وهذا تصدير الباب، قيده الآن، يعني من كان قويا لا يكون له الكلام بمثل هذا، ولكن يعني من كان قويا وعرضت عليه فعليه أن يقبلها، لأنه الأهم، لأنه الأحسن، لأنه الأجدر. ولذلك قلت، وأن البخاري قال: على العالم إذا نزل محلة أن يظهر نفسه ولم يجد علماء حتى يرجع الناس إليه، فلا يرجعون إلى الوعاظ أو إلى أشباه العلماء فيفتنون. لذلك هنا شوف إيش قال: قال: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. أن تستطيع أن تقوم به. والإمارة تحتاج إلى قوة شخصية، وإلى قوة بدن، وإلى قوة قرار، وإلى سرعة اتخاذ القرار. قد يكون رقيقا، قد يكون لينا، كأبي ذر فإنه رقيق، فإنه لطيف، فإنه صحابي جليل، له رقة القلب ورهافة الحس، فلن يستطيع أن يحسم عند الحسم أو الحزم، ويشتد على أصحابه كما كان فعل عمر بالضرة على الجميع، والجميع كانوا يهابون عمر بن الخطاب مهابة عظيمة. فلذلك هذه المسألة أنا لم أقل ذلك، قلت إن استعنتم بهم بأخذ السلاح فاخرجوا وقولوا ساعدونا بالسلاح وهو على كفرهم. هذا الذي قلته، قلت لو قلتم ما نجد أحد ساعدنا بالسلاح إلا هم فأعطونا السلاح، إذن خذوا السلاح وقولوا ما ساعدنا إلا هو الكفر حتى نسكت عنكم. هذا الذي قلته، ما قلته جواز الاستعانة. أنا بينت أن الاستعانة بأهل الكفر لها شروط ثلاثة بينتها. وأنا عندي أن الحوثية وأن الشيعة هؤلاء أكفر أهل الأرض، لأنهم يخفون أنفسهم في الإسلام، فهم أكفر من اليهود ويخفون أنفسهم في الإسلام. الأخ هذا سبحان الله، كل واحد عايز شيء يأخذ كلامي واستدل به، كلامي واضح وبينته، وحتى في اللقاء التلفزيوني بينت كيف يكون الاستعانة بالكفار. إذن قال النبي: أبا ذر، إنك ضعيف، لا تولين مال يتيم، يعني قال له لن تحزم، لن تشتد، يعني سيرق قلبك لإخوانك ولن تشتد عليهم. فلذلك قال له: لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. نعم، لا ينطبق عليهم الشروط بحال الأحوال يا مروة، ممتازة. قال: فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، لأنه قد لا تستطيع أن تؤدي ما عليك فيهم. وحديث رواه مسلم
حيث لو قال يا ابو ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندام. نعمه المرضعه وبئس الفاطمه، كما قال الانسان نعمه المرضعه وبئس الفاطمه، بئست الفاطمه رضي الله عنك مره احسن الله عليك. قال وانها يوم القيامه خزي وندام الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه. فهذا الباب باب عظيم جدا، فيه انه لا يتجرأن احد على الاماره حتى يستطيع ان يقوم بحقها. يا جماعة الخير، أي مرة بيانت لكم أنا اشترطت شروطا في الاستعانة، وهذه الشروط غير متوفرة لا في الشيعة ولا في الحوثيين ولا في غيرهم، غير متوفرة فلا استعانة بهم. فمن استدل بأنهم بأن السلام أخذ أسلحة صفوان، قلنا لو ساعدوكم بالأسلحة على ما تقولون إذا لابد أن تخرجوا للناس وتلبسوا، وتقولون على كفرهم قد ساعدونا بالسلاح، هذا الذي يقال فقط. إذا في الباب أنه لا يجوز للضعيف أن يتملك وأن يترأس، لن يستطيع أن يدير الأمر، لا سيما إذا كانت خلافة أو إمارة أو كانت قضاء بين اثنين، فهذا لا يكون الضعيف متصدرا، لا بد أن يكون قويا قوي. وذلك شروط ولي الأمر أن يكون قويا شجاعا مقداما عندما يأخذ القرارات في هذا الباب. هذه الحوثية أسوأ من اليهود والنصارى على الأمة، لذلك الذي وصفت فيه بالاستعانة لا يتوفر فيهم الشروط، وهذا قلته أكثر من مرة. ما أدري الأهواء تلعب بالناس. تفضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.